أنا جايبت لك معي كادو كتير صغير. هيدي سيارة وهولي مفاتيحة وهيدا الكونترا. مبروكة. يعني مدام خجلتيني ما عارفة شو بدي أقول لك، هيك كتير. كتير هيك؟ ولا مش من قيمتك، منيح ما الكادو كان أكبر. بس أنور مستحيل يرضى بهيدا الشيء، أنا بعرفه. شو هو هيدا الشيء اللي مستحيل إني أقبل فيه؟ أهلاً كولونيل. كيفك؟ الحمد لله. أنوار مدام رنا أكيد تتذكرها، كان عرسها سنة الماضية، ما قدرت تجي معي بوقتها. خبرتك قد العرس كان حلو وكلاس. ايه اكيد بتذكرها للمدام رنا، اصلا كل البلد حكى قد ايه العرس كان حلو قد ايه كان كلاس. وللحقيقة أنا كمان سمعت عنك كثير وسمعت عن كفاءاتك ودوراتك المهنية العالية، وهيدا الشيء طبعا شجعني. وللصراحة ومن الآخر، في مهمة ما حدا غيرك بيقدر عليها. خير إن شاء الله. طبعا حضرتك سيد العارفين إنه جوزي حاتم رجل أعمال ومن أصحاب الثروات الكبيرة برا، ومن فترة بلش يستثمر هون بلبنان. بس بتعرف هيدا البلد، ما معقول العالم للأسف بلشوا يكتبوا بالطالع وبالنازل عنه. لا لا، مع سلامته، مع سلامته. المهم متهمينه بتبييض الأموال، بس حاتم آخر همه شو بيقولوا عنه. طبعاً هاي كلها افتراء وادعاءات باطلة. حاتم حابب يعرف إذا في شكوى عم تتقدم ضده أو في ملف عم بيتفبرك. وسيادتك طبعاً عندك هاي المكانة الكبيرة، فيك تعرف كل التفاصيل. أهلا وسهلا فيك يا مدام رنا، بس مثل ما قالت مدامتي مستحيل أرضى بهيدا الشيء، لأنه أنا ما بيشتغل لحساب حدا. هيدا الشيء؟ آه؟ قصدك هيدا الشيء؟ هيدي سيارة صغيرة، هدية مني لإلكم. عيب. يلا أنا بستأذن. مدام رنا، وي فيكي تسوقي السيارة اللي جبتيها أنت وراجع. للأسف سيادة العقيد، هالمرة القرار مش بإيدك، لأنه سيارة مكتوبة باسمك واسم مدام يسرى، يعني القرار لازم تاخدوه اتنيناتكم سوا. كدويات المدام رنا ما بتنرد. لازم تحكي معه، وما فيك تتصور قديش ممكن يستفيد إذا بيتعاون مع حاتم. طاقة القدر تنفتح له. يلا باي. ما تواخذينا مدام، أنا بعتذر على اللي صار. على كل حنشوفك بالغدا تبع مامي، عازمة أهم نسوان البلد. أكيد. إذا ما بخرب لك بيتك يا أنور، ما بكون رنا. ألو، هيدا الشيء ما بيبقى ببيتي،
ولك انت شو صار لك؟ شو صار لك؟ انعملتي؟ ما بقى تشوفي بعيونك الا المصاري؟ ولك انت ما بتحافظي على كرامة جوزك؟ انت والشغل علي؟ انت هون وهني هونيك؟ ولك شو صار لك؟ انت عارفة انه رنا وحاتم من اكبر مافيات البلد، بدك اياهم بكل بساطة يفوتوا على حياتي وعلى بيتي؟ بتعرف شغلي انوار؟ انا ما بقى قادرة اتحملك. ما تكون فكر حالك عم تعيشني بالمعاش اللي عم تقبضه. انت ما شايف الدنيا كيف ماشية؟ انا اللي شايف وبعرف الدنيا كيف ماشية، وبدي امشي بعكسها وكسر لها راسها، واذا ما عجبك عيش عند اهلك. عم بتهين اهلي؟ انت عم بتهين اهلي انوار؟ على كل مش الحق عليك، الحق علي انا لاني سكتت لك.